اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا أصحابه وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالق ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا بالصبا أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق حصهم رب العباد رب العباد بجنة فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله فجازه بإحسان بشرى بشرى لنا دلنا المنى زال الحنى وعفى الألى والدار أنجز وعده والبشرى أفعم لنا بشرى يا نفس طيبي باللقاء يا عين قر أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا بشرى لنا دلنا الهدى زال
لمحمد الذي بشرى أنعام لنا بشرى